طيب نحن الآن يعني حتى تعرفوا إخواني أخواتي أن أموالكم هذه لا تذهب إلا إلى مستحقيها فعلا. نحن تحدثنا قبل يعني في بداية الحلقة عن المريض عبد الرحمن الذي عرضنا حالته قبل فترة، وكان عبد الرحمن لديه ورم وزنه 22 كيلو في بطنه، 22 كيلو ورم سرطاني، والحمد لله رب العالمين في أحد المستشفيات في دولة الإمارات مستشفى الزهراء عملوا له فريق عمل أطباء كبير جدا وعمل له عملية وتم استئصال هذا الورم، وهو الآن يتمتع بصحة وعافية. يعني المبلغ اللي قدمته قبل كذا أسبوع أين ذهب؟ ذهب لإنقاذ حياة. ويعني سنعرض هذا التقرير الآن لأخونا المريض عبد الرحمن الذي يتمتع ولله الحمد الآن بالصحة والعافية. وهذه رسالة لكم إخواني أخواتي بأن أموالكم التي تصل إلى برنامج ألم وأمل يعني تنقذ حياة، تنقذ حياة بشر وتساعد الكثيرين. نتابع هذا التقرير. امتدت أياديكم البيضاء الكريمة لمساعدة هذا الرجل الذي كان يعاني من أورام سرطانية كبيرة في المعدة أثقلت كاهله إلى حدود لا تحتمل. وها هو الآن بعد أن أجريت له عملية استئصال الورم بنجاح والحمد لله، وتخلص أخيرا من هم كبير كان يطبق على أنفاسه، فتحقق حلمه المنشود ببركة إحسانكم بعد أن تكفلتم بتوفير المبلغ المطلوب لإجراء العملية من خلال مساعداتكم السخية يا أصحاب القلوب الرحيمة. الحمد لله رب العالمين. بعد ما سمعت من البرنامج يعني عبد الرحمن خلاص فلوسك جاهز أسير المستشفى، بكيت صراحة ليل نهار بدي لكم إن شاء الله كل المساعمين وكل الدكاترة وكل الناس الحمد لله. حتى ما البرنامج في برنامج الموظفين الألم وأمل ما قصروا معي، واحد واحد أشكر فيهم وعدي لهم إن شاء الله ليل ونهار إن شاء الله لين يوم القيامة، لين أنا عايش في هاي الدنيا إن شاء الله ما بنسى هاي الوقفة إن شاء الله يا رب العالمين. حالته ما بعد العملية قد استقرت بعد 24 ساعة. الحقيقة لم يحتاج إلا الذهاب إلى الرعاية المركزة، إضافة إلى ذلك بدأ يأكل بعد 48 ساعة وشهيته للطعام كانت قد تحسنت جدا. تخيل أن وزن الورم، وهذا يجب أن نشير إليه، وزن المرض الورم كان 22 كيلو جرام. فبعد إزالة الورم اتضح أنه المصارين التي كانت في الناحية اليسرى تحت الحجاب الحاجز قد فردت واسترسلت واستلقت في داخل البطن، مما أدى إلى تحسن في شهيته وبدأ يأكل ويشرب. وغدا إن شاء الله سيترك المريض المستشفى معافى ومشافى.